تستعد عاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة أكبر حدث رياضي بارز في فنون القتال ضمن بطولة UFC 308، حيث يشهد العالم نزال قويا بين حمزة شيمايف الملقب بالذئب الشيشاني والمقاتل الأسترالي روبرت ويتيكر في فئة الوزن المتوسط. يقام نزال يوم السبت 26 أكتوبر 2024 في اتحاد أرينا، ويتوقع أن يكون هذا اللقاء أحد أبرز النزالات لهذا العام نظرا لتأثيره الكبير على مستقبل كل المقاتلين في التصنيف الوزن المتوسط. سيقام النزال بين حمزة شيمايف وروبرت في 26 أكتوبر 2024، يعني غدا يوم السبت، ضمن بطاقة رئيسية لبطولة UFC 308. ستبدأ الفعاليات في تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت أبوظبي، بينما من المتوقع أن ينطلق النزال الرئيسي في الساعة 10 مساء، حيث سيكون الحدث متاحا عبر عدة قنوات رياضية محلية ودولية. ومن بين هذه القنوات الناقلة لهذا النزال فكاين قناة الرينج، هذه القناة تتواجد على القمر البلغاري 1.9 شرق. تردد القناة فهو 12400، القطبية غتكون أفقي حرف H horizontal، ترميز غيكون 30000. وكذلك هذه القناة فهي كتبت على القمر الهلاصات 39 شرق. تردد القناة فهو 12462، القطبية غتكون أفقي حرف H horizontal، ترميز غيكون 30000. وكذلك معنا قناة أخرى وغتنقل هذا النزال هذا اللي هي قناة برو أرينا، هذه القناة فهي كتواجد على القمر الثور 1.8 غرب، قمر غني عن التعريف. تردد القناة فهو 11900، القطبية غتكون أفقي حرف H horizontal، ترميز غيكون 28000. وكذلك في هذه القناة خوتي كتواجد على القمر الهلاصات 39 شرق، تردد ديالها فهو 12367، القطبية غتكون فيرتيكال عمودي حرف V، ترميز غيكون 30000. أما بخصوص القنوات الأخرى فأغلب القنوات أصدقائي فهي كتشغل على الـ IPTV، ضروري خص يكون عندك اشتراك في الـ IPTV أو تنزل تطبيق مثلا كتطبيق دراما لايف أو YSCN TV وغتشاهد هذا النزال هذا. أصدقائي فهذه هما القنوات الرسمية الناقلة لهذا النزال، مساش دير معك واحد اللايك، لمكنش تشارك فشارك في القناة وفعل زر الجرس باش ديما توصل بجديد. تهلاو فراسكم وتهلاونا فيديو جديد.